الحميد الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم الحمد لله البارع الذي نفخ في الإنسان من روحه والشكر لله الرزاق الذي منح عباده نعمة التفكر والتأمل والصلاة والسلام دائما عبدا على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة خير خلق الله عبادة وخلقا وأكملهم تفكرا وتأملا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نحمدك اللهم على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار خير ما أهيكم به أيها الأفاضل والفضليات تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى سيدي سماحة الشيخ القدوة القمات العارف بالله الدياء اللامع وسيد المعي مرب المريدين ومرشد السالكين الكريم ابن كريم سيدي الفادي الشيخ عمر عبد العزيز الشريف حفظكم الله وأمدكم الله ونصركم الله دون أن أنسى أن شيخنا الفاضل شيخ الأئمة سيدي عثمان جبتي رئيس المجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشؤون الإسلامية مع أعوانه الكرام حفظكم الله جميعا أحبابي في الله من أهل العلم والمعرفة وجميع من حضر ويسمع أما بعد فحديثي إليكم أيها الإخوة كما طلب إلي فضيلة الشيخ عن مفهوم الإحسان ثالث وأصول الإسلام في الرهاب المجالس النصر العلمي الموقرة والتي قال فيها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه إن الرجل لا يخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال التهامة فإذا سمع العلم خاف ورجع وتاب فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب فلا تفارقوا مجالس العلماء فإني قسمت مداخلتي هذه إلى مقدمة وسطة المباحث الرئيسية وخاتمة خصصت المقدمة بأقوال أئمة المذاهب الأربعة في التصوف والمتصوفة وسبب تسمية الصوفية صوفية كما خصصت المبحث الأول بتعريف الإحسان لغة وتعريفه إصلاحا وعنونت المدرسة الثاني بتحرير الطريق وما نبت عليه من شريعة وحقيقة كما جعلت المدرسة الثالثة أهم عناصر أصول الطريق للتصوف عرضت المدرسة الرابعة تسميات هذا العلم ومحتوياته وتحته المطالب والمدرسة الخامس عنونته بثمرة علم التصوف أو تزكية كما خصصت المدرسة الأخيرة بفضل علم التزكية والخاتمة خصصتها ببعض اللطائف أو لمحات الصوفية مقدمة البحث أقوال أئمة المذاهب الأربعة في التصوف والمتصوفة يقول الإمام مالك رضي الله عنه عن تصوف من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن جمع بينهما فقد تحقق ويقول الإمام الشافعي رضي الله عنه عن المتصوفة هؤلاء عندهم رأس الأمر كله وهو تقوى الله ومحبته
ويقول الإمام أحمد رضي الله عنه عن صوفية إنهم زادوا علينا بكثرة العلم والمراقبة والخشية والزهد وأولو الهمة. وينقل عن أبي حنيفة رضي الله عنه إنه كان محبا لصوفية محترما لمكانتهم. يقول الأستاذ عثمان نوري تباش في تعويل هذه الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا طلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طهاها، والنفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. لا ريب أن وراء القسم الإلهي في الآيات السابقة أمر عظيم خطير الشأن، فلا شك أن المخلوقات التي أقسم الله بها أو أقسم عليها ذات أهمية خاصة وسمة أمر آخر لافت للنظر في الآيات السابقة. فالقسم جاء في 7 آيات متتاليات، ثم استخدمت أداة التوقيت قد لتعقبه الحقيقة القرآنية التي قدرها الحق سبحانه وتعالى في آيتين: وقد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. والذي تستدعي النظر ويلفت الانتباه أنه لم يأتي في القرآن الكريم موضع أقسم الله تعالى به 7 مرات متتاليات إلا موضع تزكية النفس، ولعل في ذلك دلالة شريطة الوضوح على خطورة الأمر وعظيم أهميته، فهو طريق نجاة الإنسان يوم الفزع الأكبر. سبب تسمية صوفية صوفية: قال أبو علي: الصوفي من لبس الصوف على الصفا، وأطعم حوى ذوق جفا، وكانت الدنيا منه على القفا، وسلك من هاج المصطفى. قال الطائفة: إنما سميت الصوفية صوفية للصفاء أسرارها والنقاء آثارها. وقال بشر بن حارث: الصوفي من صفى قلبه لله. وقال بعدهم: الصوفي من صفت لله معاملته، فصفت له من الله عز وجل كرامته. وقال قوم: إنما سموا صوفية لأنهم في الصف الأول بين يدي الله عز وجل بارتفاع هممهم إليه، وإقبالهم بقلوبهم عليه، ووقوفهم بسرائر بين يديه. وقال قوم: إنما سموا صوفية لقرب أوصاف أهل الصفة، أي الفقراء المهاجرين والغرباء والذين لا معوى لهم، الذين كانوا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبحث الأول: التعريف بالإحسان لغة وتعريفه إصلاحا. الإحسان لغة هو مصدر تقول أحسن يحسن إحسانا ويتعدى بنفسه وبغيره، تقول أحسنت كذا إذا أتقنت، وأحسنت إلى فلان أوصلت إليه النفع، والأول هو المراد، لأن المقصود إتقان العبادة. وقد يلحظ الثاني بأن المخلص مثلا محسن بإخلاصه إلى نفسه، وإحسان العبادة الإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها ومراقبة المعبود. وأشار في الجواب إلى حالتين أرفعهما: أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه بعينه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كأنه يراه، أي وهو يراك. والثاني: أن يستحضر أن الحق مطلع عليه يرى كل ما يعمل، وهو قوله: فإنه يراك. وهاتين كالحالتين يثمرهما معرفة الله وخشيته. وإصلاحا: فقد جاء ذكر الإحسان في القرآن في مواضع، تارة مقرونة بالإيمان، وتارة مقرونة بالإسلام، وتارة مقرونة بالتقوى أو بالعمل الصالح، كقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. والإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله إيانا في الآخرة. وأقص هذا ما أخبره الله تعالى به جزاء الله الكفار في الآخرة،
قال تعالى إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ومن الإحسان حسن الخلق مع الناس حتى إن بعد كبار الصوفية الأقدمين أبو بكر كتاني قال التصوف هو خلق فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوف وعلق إمام ابن قيم على ذلك فقال بل الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين ولا عجب فقد روى الحاكم وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وحينما أثنى الله تعالى على رسوله أثنى عليه بهذا الوصف فقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وسئل بعض الصوفية عن التصوف ما هو فذكر هاتين كلمتين قال هو الصدق مع الحق والخلق مع الخلق أي الصدق مع الله تبارك وتعالى وحسن الخلق مع الخلق هذا هو الإحسان في جانب الإيجابي في جانب الفعل قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم لأنه شمل مقام المشاهدة ومقام المراقبة بيان ذلك وإيداؤه أن للعبد في عبادته ثلاث مقامات الأول أن يفعلها على الوجه الذي يسقط معه الطلب بأن تكون مستوفية للشروط والأركان الثاني أن يفعلها كذلك وقد استغرق في بحار المكاشفة حتى كأنه يرى الله تعالى وهذا مقامه صلى الله عليه وسلم كما قال وجعلة قرة عيني في الصلاة الثالث أن يفعلها كذلك وقد غلب عليه أن الله تبارك وتعالى يشاهده وهذا مقام المراقبة فقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه نزول عن مقام المكاشفة إلى مقام المراقبة أي إن لم تعبده وأنت من أهل الرؤيا فعبده وأنت بحيث تعتقد أنه يراك فكل من المقامات الثلاثة إحسان لأن الإحسان الذي هو شرط في صحة العبادة إنما هو الأول لأن الإحسان في آخرين من صفة الخواص ويتعذر من كثير وفي نفس المعنى يقول ابن دقيق العيد قوله في الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى إلى آخر الحديث حاصله راجع إلى إتقان العبادات ومراعاة الحقوق الله تبارك وتعالى ومراقبته واستهدار عظمته وجلالته حال العبادات المبعث الثاني تحرير الطريق وما نبت عليه من شريعة وحقيقة اعلم أن التصوف أن الفقه والتصوف أخوان في الدلالة على أحكام الله سبحانه وتعالى فلا تصوف إلا بفقه إذ لا تعلم أحكام الله ظاهرة إلا منه ولا فقه إلا بتصوف إذ لا حقيقة للعلم إلا بالعمل ولا أمل إلا بالصدق التوجه ولا هما إلا بالإيمان إذ لا يصحان دونه فهو بمنزل الروح وهما بمنزلة الجسد لا ظهور له إلا فيهما ولا كمال لهما إلا به وهو مقام الإحسان ومن هذا المعنى السلوكي استنبت السلف الصالح للعلم والعلماء فقسموا العلماء إلى ثلاثة عالم بالله عالم بأمر الله فهذا مثله كمثل الشمس منير عبدا ولا ينقص عبدا لأنه في كل أحواله مفيد وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله وهذا الرجل نور مهد مليء بمعرفة الله إلا أنه قد يترى عليه النقص من باب جهل بالأحكام فهذا مثله كمثل القمر يكون بدرا تارة ومهاقا تارة أخرى وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله وهذا مثله كمثل السراج يحرق نفسه لينتفع غيره وأكملهم الأول وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه فشأن كله أن العبد يستجل بالعلم على ربه فيعرفه فإذا عرفه فقد وجده منه قريبا ومتى وجد منه قريبا قربه إليه وأجاب دعاءه كما في العصر الإسرائيلي
ابن آدم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء. المبحث الثالث أهم عناصر أصول طريق التصوف الخمس والتي اعتمدت عليها المتصوفة وهي تقوى الله في السر والعلانية، اتباع سنته في الأقوال والأفعال، إعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار، الرضا عن الله في القليل والكثير، الرجوع إلى الله في السراء والضراء. كما أشار إلى ذلك الإمام النووي رضي الله عنه، وكذلك نظمها العلامة ابن عاشر رحمه الله في كتابه قائلا: وتوبة من كل ذنب يشترم تجب فورا مطلقا وهي الندم، بشرط الإقلاع والنفع الإسراط وليتلافى ممكنا ذا استغفار. وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال، فجاءت الأقسام حقا عربا وهي للسالك سبل المنفعة. المبعث الرابع تسميات هذا العلم ومحتوياته وتحته مطالب. أسماء هذا العلم من العسير أن تعبر كلماتنا المحدودة عن حقيقة هذا العلم ومقنوناته، إذ لا يستطيع الإنسان أن يدرك التصوف ويشعر به إلا حين يحيا به. ولذلك تنوع تعريف هذا العلم وتعددت أسماؤه واختلفت عند أولياء الله تعالى، فكل منهم كان ينطلق في تعريفه من رؤية مختلفة عن الآخرين، كما يقول العلماء: لا مشاهدة في الإصلاح. ومن أسماء علم التصوف علم العدب وحسن الخلق وتزكية النفس وتطهير القلب وحرب المعنوية لا هوادة فيها، والإخلاص والنية والاستقامة والعدالة والرضا والتسليم لله عز وجل، والتوبة والإنابة، التقوى والخشية والصدق والتصديق، والعلم واليقين، والمراقبة والتحذير، والمشاهدة والمعرفة. قال الشيخ السيد أحمد التجاني: المعرفة أخذ الله العبد أخذا لا يعرف أصلا ولا سببا، ولا يتعقل فيه كيفية مخصوصة، ولا يبقى له شعور بحسه وشواهده وممحواته ومشيئته وإرادته، بل تقع عن تجل إلهي ليس له بداية ولا غاية، ولا يوقف له على حد ولا نهاية، ومهق العبد مهقا لا يبقى له شعور بشيء ولا بعدم الشعور ولا بمهكه، ولا يميز أصلا من عرفه ولا أقصى، بل لا يعلم إلا من حيث الحق بالحق في الحق عن الحق. فهذه المعرفة الحقيقية. أما المعرفة بمعنى الإحاطة بعين الشيء كما هو فلا تصح لمخلوق، لأن الإحاطة بكنه الحق سبحانه وتعالى ممتنع على العباد. قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره، أي ما عرفوه حق معرفته. المبعث الخامس ثمرة العلم التصوف أو التزكية. والتزكية في حقيقتها هي ضبط النفس وتقويمها لتسير على منهاج الشرع، فمن فعل ظفر بسعادة الدنيا وهناءتها واكتمل له ذلك بفوز الآخرة، وهو الثمرة الثانية للتزكية. والنجاة الآخرة، فالنجاة في الآخرة لأصحاب النفوس الزاكية والقلوب الطاهرة والأعمال الصالحة، وكل هذه لا تكون إلا بتزكية النفس وتطهيرها من أدرانها وإزكاء جزوة همتها. قال تعالى: إنه من يعت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يعته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. المبعث الأخير فضل علم التزكية. فإن علم بالله أشرف العلوم والمعارف على الإطلاق، إذ شرف العلم شرف المعلوم، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاترها بأسمائه وصفاته وأفعاله. وذلك أن أصل العلوم النافعة
وهو العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه ثم يطلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو فعل أو عمل أو حال أو اعتقاد. الخاتمة: وهاكم بعد اللطائف أو لمحات الصوفية. قال عمر بن عبد العزيز: كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون. فقيل: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: بأخلاقكم. قال الحسن البصري رحمه الله: من لم يتعدب مع الله فوق الأرض أدبه الله تحت الأرض. سئل الإمام الشافعي رحمه الله: ما أعظم عمل يتقرب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمة الله عليه، ثم قال: أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الله ولا لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. اللهم ارزقنا هذا القلب المستنير. الإمام الشافعي قال ابن القيم رحمه الله: إن العبد الصادق لا يرى نفسه إلا مقصرا، فمن عرف الله وعرف نفسه لم يرى نفسه إلا بعين النقصان. قال الإمام أحمد بن حرب رحمه الله: عبدت الله 50 سنة فما وجدت حلاوة العبادة حتى تركت 3 أشياء: تركت رضا الناس حتى قدرت أن أتكلم بالحق، تركت صحبة الفاسقين حتى وجدت صحبة الصالحين، وتركت حلاوة الدنيا حتى وجدت حلاوة الآخرة. قال حكيم: لا تنتظر اللطف من أحد، وأعلم أن الإحسان تعامل وليس تبادل، فليس كل من تحسن إليه يستطيع أن يرد الجميل. كان السلف الصالح يتواصون بثلاث كلمات لو وزنت بالذهب لرجعت به: الأولى من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، الثانية من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، الثالثة من اهتم بأمر آخرته كفاه الله أمر دنياه وآخرته. أشد أنواع الخسارة أن تكون الجنة أرضها السماوات والأرض ولا يوجد لك مكان فيها. اللهم ارزقنا رضا النفس وزكاة الروح وزينة العقل وطهارة القلب، واجعلنا ممن تزودوا بالتقوى وفازوا بالنجوى ونالوا رضوانك والجنة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الشيخ عبد العزيز أما لو تلدر علي بيشني كان يكدي شيخ ما على بوكلا أني أنا تورانيو بلا جني أني أمين كلا ب أباك الشيخ جاف ما داري أنت كان كديان ينا في دبي باسون دمنا من ود لانكرو أدم أديان بكوكولا نعشته ولا كولا أنا كمان فني كمان جينا ربكان الدوني من أمين الله سنيا akun wala sunya kadi ambaduma adama din kan ka ke duniya tikanu kono kana foye nya fe falotala e ba yinya fe nya meje aya yi kwafeti huwa al awwal wal akhir e ba yedugula nya ma iji e ba ye sanfeto wa zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim nilan bala qabisi ka fum belon abisi ka fum beke donc e shanye ko bela sabu alalo o yero ko sala ci la kayira ko mo shitina do ali jana kono na barai o lu o barala sabu la bara do ko bo ma fuati ko ti se kal jina dima ke jihad fi sabilillah ci la ko sabu muna ala ci la bo fola kasru le nyini fe e malu sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun nem ko so aya bara nyuma o tina ke sabu ka ndo ali jana kono ادم الدين كلا ان الانسان لا يطغى ان رعاه استغنى ادم الدين فني دناتمي ادم الدين نكا يري نافلا سر لا شوفا باي ما كان لي جني من نبي درم كل باي ما لا تلا يفكم يا فما كبو وتتري تري لكي ماجيكا بالما برو بلا جنيكا
Donc, il y a des hadiths qui sont dans la sallallahu alayhi wa sallam. Aku kaya tiri aya baraw la ay nan baraw ye baran ni akun gala ma jan ko jugu akun gala fana ma sunya c'est à dire kana ay re taklifa fuka ta dana timi e kana ko ko kun bi dese kay jija kay nyon nu soja ko sabo on shil kelen tena aya baran ma tena ndo al jan ko no ko fo ala ta la ya fala ni ma o kala ma sabo ko no nafir la hatta la ti la len ya profeti ya et sera do al jan ko no ako illa an yatagamadani Allah bi rahmatin minhu ako fana Allah ta'ala yafalama don hinani amanyina hinani wole bi ankala misru kono hinani wole bi amdala kuma nyuma fola hinani wole ko so amanjigila amanjigila nyoni hinani le koso an lan bala ka nyu mu ga durmu alise ka yafa hinani kelani le koso an lan bala ka foko an yashuri abise ka yafa don yoro koso comme hina ni ala tala be bola ala lila donc e afan temu ko boro ala tala fla kuma flani aw kuma ko sha baran ma tana dole jana kuma fa na la tala ya fala mo ni ma donc ala ya fala mo ni ma way jonde ala hina na mo na way jonde madama ni le tolon donc ele kan ke majiki ka da dama do o yoro ko no we fam ya la chukudi sayyidna umar lan mo ka jira kalo tala ya fala sayyidna umar ma ka tasra ba ka kadin so nyana ma shudu ala ka dien wuri ka bo shitana ka ka tasra ba ka kalo tala ba to sangoro fara wurum landu ko fara wurum lala wolo na chukudi sayyidna umar la bana mulima ka ya adama de me labane bro don ala te dien ba ma ka to fo kafir ya wati saba ala ban wati wo dengani ya surla shitana ala te dimini ba koro ka to abaka ka lauta la bato sawa bi la bani ma ala le bolu donc comme il est la banlon et que ni nyana boni misri al manakelin lo wala la hawla wala quwwata illa billah la hawla ala tark al maasi wala quwwata ala fi'l al khairat illa billah illa bi auni min allah donc wala ni ni lo sama fe wa yarako so kisab dobe kristatul khuwaisara khuwaisara ali le kala chaye nga me ka tebe shud ban wurjiri lila ka shud ban na fla sirla ngoni lo da she ken me kala bo abe fani ko na la sunya seri nyuma te o tote le no ko esra le wurla ko ala chala ma sallallahu alaihi wasallam ko ko chala ke tire ko sabu ki matri adama ni me takala bato ka se degre de la fo chila be ta ka ta do ya nyini don wo tigla mo ni aljina ma taqaddu ma wa fa qala ta la ka le so ala ala ta la ka le tonyo e kayi don ala hina kabbu chila kuni belo kono ka foko sha baran matina ka sababu ka do sabu mkoso adama din ndur mute bonyo fe madama ni ndur mute bonyo fe o ko ko ndur mute do yala na la tala ki la bena tre ndur mu kabbu na la tala ki la ben na hine ala be ndur mu ndur kabbu don ko isa ko ala chila mo ki tre ko sabu ki matre ala chila ko ko se mo be dukukuru ka mon bi se ka tere ko kuma fone yina wa ban ko kala ala tala bur profeti o kala mi sayyidna khalid ibn walid ala wurla akono no firla aw ko chala kunte chen bu kan ka fa wa aw ki kana fa la'allahu yusalli da kana da ma de mi sirla te fa o ko fe chen ni kodo ala chala ko chemadi aw ki nyabe mo fa sen yila ko mo kodo bi na bon ko fe ni ko ye chako o ya sirun yonte o ya su yonte ele rebe ta joro ya sirla na sire e bi ta joro ya suna na suye ko me ko ya baranyu mate salaw tala ma hatta min tikkeni sabu munafun be jiskuna don hadi saka n bel la tika kan fonyine ako alla wa inna fil jasad mudkhatan iza salahat salaha jasad kullu wa iza fasadat fasada jasad kullu ala wa hiya al qalb don adama din be jiskuni ni jiskuni nyana inyana ni zutun chena ichana sabu kun be jiskunu kun Allah ta'ala le bama fala tuzaqu anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa jiskun be la bami abi la ban rojuma o yoto lon mo ko ko jagu ya te ka fuko ni mo sala ka to shujuru la ka fuko aljina do mo yi ra fana sala ki to bar la ka fuko ye jahannama de ne ko abadan ko te jagu ye sabu muna innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma'nawa ni taala bar la presse taala sun ruba wajibi atula la saya ka sore ni rabe misri ko na ba kala jira ira le kama ngeni ya talai atula la saya ka sore
Donc ni si tu es prévu à l'autre à la fin. Prévois-le qu'à fois qu'adam a dit jusqu'où il n'y a pas ni barre de royal. Oui, alors que Allah tchelako sallallahu alayhi wa sallam sabba tchako. Akoko da'ouhu fala tu'ina ala akhihi shaitan. فإنه يحب الله ورسوله كيف يحب الله ورسوله وهو يشرب الخمر لأن الخمر لم يعصر في قلبه ولو عصر في فمه أو في بدنه دونك ولا ادم دي ولا كان كفم وقف على تشلاكو صلى الله عليه وسلم قال ربما معصية أو رصت ذلا وانكسارا خير من طاعة أو رصت إذا واستكبارا اكو مغني لا شوف سنغب لا يلبر sabu muna aka janyani ke sabu muna aka fanyani fo sabu muna akala sobi ka furuni chen anana yiyuma le bina saulun shu na le salani ka bina do jahannama kon unyasra nya ko so sunu gbele ya laburu atalun fo ni fo fi darata kuno lu klimatiza ta kuno lu ko benya amuna buru atula ta baka ka lota lama ya fa madari abaka ka munu munu la fon kono atoronlu sabu muna aka baran ke bara chenlu Allah Ta'ala ko khairun ko kadi Allah Ta'ala katmi cheka chenika shubban aflasirla aka shubban kurana karana aka shubban Allah lola soma aburuka disela ta ko ko ne le de ko nanu te ko mo te niya ka ya bila bamule ma eseli bila ban lan faza tu saku an fasakum huwa alam bi man ittaka wa lan waqtuka sa insha Allah fi jinin fulani na shakubru nan usra walini amala Ta'ala darra ali bika barakat da ala bukala ambessa bama kan ke sabati ga alabo kala akon wa ambela jene bu alabo kala ame aya shukufu malau talad darla ame ya lonni kama lonni nafama lonni barakama ala yen lonni ala yen sranya lonni kadama alabo kala yira majg lonni kadama alabo kala yira lon lonni kadama alabo kala wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin salamun alayhi Oh, nice bir uğur.